أروما ديما عند الواد، واليوم ولات لكم بآخر سحب من الطنبولة، وهذا بحضور 26 فائز تحت إشراف المهدي القضائي السيد يطاقان رشيد. والفائز الرابع والأخير بسيارة إيبيزا هو سيد شايب عبد النور من ولاية بومرداس. بارك عليك خويا، بارك فيك سمك خويا، يعطيكم الصحة. أروما أروما تشكر كل اللي دايرين فيها الثقة، ومبروك على اللي فازوا في السحب الأول الثاني الثالث والرابع. وانتوما استمتعوا بنت قهوة أروما، وما تنساوش 2018 كاين بوكو دو سوربريز راهم يستناو فيكم. تابعوا جديد على صفحتنا في الفيسبوك أسفل الشاشة.